السلام عليكم ورحمة الله. محاضرة اليوم حناخذ بها مثال بالأرقام، نحل بينه كل اللي تعلمناه عنه عن دائرة الـ RTL Inverter الـ VTC. حناخذ شيء اسمه Noise Margin High, Noise Margin Low, Fan Out Low و Maximum Fan Out. أول شيء نحل مطلب الـ VTC بما أنه هاي دائرة RTL بدون تعدين. أخذنا كل التحليل السابق، في حال بدأت ترجع لنا هتلاقونه بالمحاضرة الأولى. الـ VTC Critical Point هي عبارة عن VN Low, V out low, V out high, V in high. V in low قلنا هي تساوي لمنو؟ VBE forward. واللي معطيني قيمته بهذا السؤال ايش قد؟ 0.7. طبعا نسينا نضيفه هوني. VBE forward 0.7. V out low هي ال VCE sat اذا اخذناها من التحليل 0.2. عند الراجعة في حال كان الترانزستور سات راح توصل، راح تولد فولتية ما بين طرف الكوليكتر والإيميتر، تحكم الـ Vout بأن تكون هي هاي نفس الفولتية VCE، والترانزستور بحالة سات إذا VCE سات. VBE forward ليش 0.7؟ لأن قلنا هي الفولتية مسلطة بإيش؟ حاصل جمع هذه الفولتية و VBE forward. الترانزستور راح يكون بحالة off، بالتالي هاي راح تكون صفر، وال VBE ما أخذ ال VBE sat، تأخذ ال VBE forward. ال V out high بمعنى أنت مدخل صفر حتى محصل واحد، معناته هذا الترانزستور بحالة off، معناته ال V out ما يأثر عليها غير ال VCC، فبالتالي ال V out high هي VCC واللي هي معطاة بالسؤال 5 فولت. يبقى لك ال VN high اللي هي قلنا عبارة عن loop يمر بهذا الشكل، هي فولتية المقاومة RB اللي هي IBRB زائد منو؟ زائد VBE sat. لأن أنت هتقول VN high بمعنى أنه أنت مدخل one logic، عم تقول VN فولتية الإدخال العالية، فولتية الإدخال العالية بمعنى أنت تدخل one logic، معناته هذا الترانزستور راح يكون بحالة sat. إذا VBE sat، لازم ننتبه على هاي الأشياء. ال VBE sat معطاة بالسؤال 0.8، قيمة ال RB معطاة 10 كيلو، باقي منه ال IB. ال IB شنو وجدناها؟ قلنا عندنا قانون يقول IC يساوي ال IB في بيتا، فال IB هنكتبها باللون الأسود، عند اللون الأحمر يكون فقط للحلول. فال IB هو عبارة عن IC على بيتا. ال IC هو عبارة عن إيش؟ VC هو التيار اللي يمر هذه النقطة، إذا هو قادم من الـ VCC ينزل يريد يصل هذا الأرضي، ينزل يمر VCC ناقص CE بيا حالة سات، لأن بحالة الكتف أصلا ما عندي تيار كون الترانزستور بحالة الأوف. VCC ناقص VCE سات على يا مقاومة مر بيها الـ RC. إذا عوضها بالأرقام، VCC إيش بينو؟ 5 ناقص 5 ناقص VCE sat 0.2 على RC 1 كيلو 4.8 ملي أمبير. هذا يطلع 4.8 ملي أمبير. قيمة بيتا أيضا معطاة بالسؤال، بس نحن ما كتبناها على الصبورة. قيمة بيتا معطاة بالسؤال 25 مرات. يعطي قيمة بيتا وين؟ على طرف الإيميتر. يكتب هذا 25، هذا 25 راح تمثل قيمة بيتا. 4.8 تقسيم 25 راح يطلع عندنا قيمة التيار، قيمة التيار IB اللي هي 192 مايكرو. تمام، 192 مايكرو نضربها في RB اللي هي 10 كيلو زائد 0.8 راح نحصل شيء اسمه VN high اللي هي تطلع 2.72 فولت. أشيكوا أمور الرياضيات بالحاسبة على مود لا نضيع وقت إحنا علينا بالفيديو. حللنا الـ critical point، نيجي نحل شيء اسمه noise margin high noise margin low. من اسمه noise margin high، إذا نحتاخذ الـ critical point الـ high، إيش عندك؟ واحد هذه high وهذه high، واحد ناقص الثاني، راح تقول V out high ناقص V in high. 5 ناقص 2.72 يعني
النويز مارجن هاي، هي في اوت هاي ماينس في اوت لو، 5 ناقص 2.72 حط عندك 2.28 فولت. والنويز مارجن اول تحط وحدة، لان ما متأكد الصراحة من الوحدة بعد. نويز مارجن لو من اسمه لو، تاخذ مال اللو واللو، في ان لو في ان لو ناقص في اوت لو، غالبا ما تكون كبيرة ناقص صغيرة. الفي ان لو 0.7 ناقص 0.2 عندك 0.5. هكذا حللنا المطلب الاول المطلب الثاني، باقي فان اوت مال لو فان اوت مال الهاي. على السريع، فان اوت لو بمعنى انه دائرة اللود راح يكون ادخال واحد ودائرة الاخراج يكون لو، هو يقول فان اوت قد ما يكون لو. ادخال الثانية ايش راح يكون؟ ادخال دوائر اللود راح يكون زيرو لوجيك، فالترانزستورات مال اللود ايش راح تكون؟ بما انه ادخاله زيرو فهالترانزستورات مال اللود راح تكون عبارة عن اوف، بالتالي راح تسحب تيار. لا، اذا كل الترانزستورات مال اللود ما راح تسحب تيار لان هي بحالة اوف، لان سيبقى او داخل عليها زيرو لوجيك، فبالتالي نقول فان اوت قد ما الاخراج لو هي انفينيتي. ايش قد ما تضيف ضيف، كون انه تيارات او دوائر اللود اصلا في حاله قطع ما راح تسحب تيار اصلا. مسحنا شويه بس من الصبور عم ندق من الحل. الاخيره غاد ماكسيمم فان اوت. كيف اجد ماكسيمم فان اوت؟ انت راح تقول انا مود اجد الماكسيمم فان اوت لازم اخلي الفي اوت هاي، زين افك من الفي اوت هاي، تذكرون شنو وجدنا الفان اوت في الار تي ال؟ هو يقول الفان اوت كانت قد ما الاخراج اكيد لازم يكون هون زيرو وانت مخرج هون واحد، عمود الطيخ تجد لنا فان اوت هاي، لان عمود هذا يكون واحد بالتالي ذول يكون السات فيسحبون تيار ويكون عندك مجرى للدائرة. هذا ترانزستور، هذا الجزء اللي نحتاجه. بما انه هذه ادخال زيرو فهذه ايش راح تكون؟ اوف، بالتالي هذه الدائرة كلها راح تكون في حالة قطع. رجعنا قلنا عندنا شيء اسمه، وهذا راح يتفرع لعدة تيارات، قلنا راح يكون عندنا اخذنا النود واخذنا شكل شيء بالمحاضرة الثانية، الاي اوت هاي على اي ان داش. الاي اوت هاي قلنا هو عبارة عن ايش الى ايش؟ جاي من الفي سي سي ريح على الفي اوت هاي مال بالمقاومة ار سي. الاي ان داش جاي من الفي اوت هاي ريح على VBE VBE سات. ليش؟ لأن إدخاله واحد في الترانزستور المقابل راح يكون سات. V out هاي ناقص VBE سات على يا مقاومة مر بيها الآر بي. زين، هسه يجينا السؤال كيف ممكن أغير بالإخراجات مالي؟ هذه VCC ثابتة، الآر سي ثابتة، VBE سات ثابتة، الآر بي ثابتة. منو بقى لك؟ الـ V out هاي هي اللي ممكن تغير بيها. فتقول للحصول على maximum fan out أقل شيء minimum V out هاي لازم تساويها بمنو؟ To find maximum fan out أقل شيء قيمة الـ V out هاي لازم تساوي لك الـ V in هاي. الـ V in هاي شو قيمته؟ 2.72. إذن هون حاول 2.72 الـ VCC 5، الـ RC 1 كيلو، الـ V out high 2.72، الـ VBE sat 0.8، الـ RB 10 كيلو. إذا وجدنا وقسمنا هاي العملية الـ I out high على I in dash هنطلع عدد الـ N. إيش قد طلعت عدد الأحمال الرياضية نستخدموها وأنتم شوية تروا لا يطول عليكم الفيديو، ما هستخدم الحاسب وهكذا، تطلع 11.875. ما معقول انه يعني شيء ما منطقي انه تقول تربطي 11 لود ونص، كيف هذا النص مثله؟ انت تقول كم لود ممكن اربط، هي ما تتحمل 12 لود، انتبه تتحمل 11 وشويه. فقوة اقول له اقصى شيء ممكن تربطه ان تساوي 11. هكذا يكون خلص حل السؤال. اكو مطلب ثاني اسهل نطلع عليه، راح نحل مطلب اضافي ممكن يجي ايضا، اللي هو يقول جذر الفان اوت قد ما النويز مارجن هاي يساوي لي نويز مارجن لو. نويز مارجن هاي اكتب المعادلات، نويز مارجن هاي هو عباره عن في اوت هاي
ناقص في اوت لو، او عفوا في اوت هاي ناقص في ان هاي تساوي لي نويز مارجن لو اللي هي في ان لو ناقص في اوت لو. تعال عوض نكلم الا منو الفي اوت هاي، لان الفي اوت هاي هي اللي راح تكون متغيره عم تجد بالمعادلات. الفي اوت لو وجدناها 0.2، الفي ان لو 0.7، والفي ان هاي وجدناها 2.72. حول 7.2 ناقص 0.2 0.5 موجب، عفوا سالب 2.7 حولها الطرف الثاني مع الموجب 5 راح تنجمع تطلع 3.22 منو الفي اوت هاي، موجب 5 وهذا حولها الطرف الثاني راح تنجمع تصير 3.22. فصير تشتمل عوض 3.22 بهذا المكان، هذه 5 هذه 1 كيلو، 3.22 0.8 10 كيلو، كل الأرقام صارت عندك. جد ناتج هذا قسمه على الثاني راح يطلع، يطلع عندك عدد الأحمال أيضا يطلع 7.3. 7.3 ما منطقي أن تكون هي تتحمل 7 لود وشوية، إذا هي إما 7 لود وإما 8، تقول لا هي ما تتحمل 8 وإنما هي تتحمل أكثر شيء إن تساوي 7، إن هي ما شغل التقريب، حتى لو كانت 7.9 راح تختار 7، كون إن هي ما وصلت لل 8 بالتالي ما تتحمل 8 لود.